واش طويل العمر بنسنا وبيش حشريته عطيناه وايد فلوس بس هو خانني في الاخير عطاك وضرب الجزاء عشان يبرأ نفسه مالا راك ربحته غير لعب ارفض حقائب تاعك وقلع لبلادك حقا تارك في بلادك ذكرتني في الحقائب يا كاتالين جهز الحقائب عشان اسافر كاتالين انتو في خطر تسموا بناتكم كاتالين لا كاتالين هي مو بنتي هي خادمة جبناها معنا لما كنا في روسيا خدمة روسية هي راح تجهز لي الحقائب انا مسافر على المالديف راح اخذ اللي اختبعي وفي سيارة لامبورغيني داخل وانا هذا جيت نستشفى فيه طاح لي غبر ماتريال الخشين راح يولي هو يستشفى فيا قول لك حاجة ماما نلعبها عندي خدامة وعندي ماتريال خشين على بالك ماما تفكر سني ونقول خادمة تاع شنو الطوموبيل رودرويس تاعي باش نخرج براندي فيه اللي كربحناكم البارح سيلينا نوضي سيلينا نوضي راك مخبيلي طفلة في الدار وراك داير هاويل تحت المطرح لا 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 هذا صاحبي قطري راني حرش بيه شو عم بتقول؟ انا ما بسمعك صوتك كتير خافت راني نهضر مع الخادمة تهضر مع الخدامة